الو مين؟ بتقول مين؟ يا لهوي زينات، مين الشاب اللي هاري نفسه بالعياط ده؟ بعرف وش زينات. ما قلتلك معرفهوش. اتفضلوا. ايه ده؟ هو ده وقته؟ لا اصل في ناس متعودين بعد ما يجوا من المدافن على طول يشربوا عصير قصب. لا مؤاخذه يعني هو بيريح بس روح المرحوم وبيبقى رحمه ليه. خد يا اسطى. مش تعرفي ده مين؟ مش يمكن من قرايب المرحوم وظهر عشان الورث؟ ده وقته يا نبوية. ايوه وقته عشان تبقى عارفه راسك من رجليكي. عاوزين حاجه؟ لا مفيش، بس كنت عايز اعرف يا اخويا انت تقرب للمرحوم ايه؟ لا انا مش قريبه. مش قريبه؟ امال انت تبقى مين يا اخويا؟ نعمينا استاذ نعمينا طلباتك يا استاذ. قهوه على الريحه وشويه ميه ساقعه يحصل بينا يا شباب. بس كده عمايل؟ لا وجعني تاني. حاضر يا معلم. كده بس يا معلم والله ما يصحش. لا ما فيش مره نبص عزيمك يا استاذ نعمينا. الله يخليك يا معلم. هو ايه اللي حصل النهارده يا كابتن استاذ؟ عدم المؤاخذه الستات لابسين اسمي والرجاله مستعجلين. هو انت ما جيتش ولا ايه يا معلم؟ خير؟ في حد بيوم يجوز الست زمان فاشل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ازاي الكلام ده؟ مره واحده كده؟ وده حصل ازاي؟ لا ده عنك وهو راجع بعربيته من بورسعيد طلعوا عليه شويه حراميه قطعوا عليه السكه وقتلوه وخدوا كل اللي معاه. لا حول ولا قوه الا بالله. ومسكوا الناس دي؟ ابدا ولا بنوهم. أنا مش عارف ليه الفرد كده يلعب في عيني. القهوة مظبوط يا أستاذ عمنا. شكرا يا بدر. يلعب في عينك إزاي؟ بقول اللي ورا الحكاية دي الواد زينب. زينب؟ أيوة. مش زينب في السجن؟ ده خرج بقاله شهرين ومن يومها وهو شايل الست زينات في دماغه ومستحلف لها. الله أعلم يا معلم. محدش عارف الحقيقة فين. الحقيقة واضحة زي الشمس يا سنان. ازاي بس يعني هو ايش عرف زينهم بالحاج بيوم وهيعرف منين انه كان مسافر؟ ساعة
صدقنا من أمفاني ده وادي ابن جنية زينو. أي أنا أحكي الحكاية دي النبوية. عارفة ست زينات، لو كان الحاج بيومي الله يرحمه كان أخويا ما كانش عمل معايا اللي عمله ده. أنا كنت ولا حاجة، كان ضربني السلك على الآخر، لكن البركة فيه هو بقى، هو اللي وقف جنبي وسندني لغاية لما وقفني على رجلي تاني. لو كان عليا كنت عايز حياته تطير عشان أقدر أسدد له ولو دين واحد من اللي عليا ليه. وانت بتشتغل ايه دلوقتي؟ أنا في الحقيقة دلوقتي بشتغل كوميسيونج، يعني باخد من عنده بضاعة وودي له بضاعة، بس شغلتي الأساسية بقى اللي أنا بعشقها موت هي مسهلاتي في الجمارك، وخصوصا جمرك بورسعيد. أصل الحاج الله يرحمه كان معظم تعاملاته في جمرك بورسعيد، كان ساعات بيروح يشتري حاجات من التجار هناك، وساعات كان بيستنى بضاعة جاية له من بره، وكان أول ما يوصل جمرك بورسعيد ما كانش يسأل على أي مخلوق هناك إلا علي أنا عشان أخلص له البضاعة بتاعته. طب وسبت الشغلة دي ليه؟ في الحقيقة مش أنا اللي سبتها يا ست زينات، هما اللي سايبوها لي. هما مين؟ ولاد الحرام يا ست زينات، عاملين رباطية هناك في الجمارك، لا بيهمهم صغير ولا بيهمهم كبير، ولولا الحاج الله يرحمه عرفني على كام تاجر هناك كان زماني مت من الجوع. بعد عنك يا أخوي، الناس دلوقتي خلاص بحالتهمش غير الأذية وقاطع عيش الخلق. استناني شوية يا اسطى. ست زينات ما تشيليش هم الصوان، انا خلاص اتفقت مع الفراش على كل حاجة. انا عايز صوان قبها يشرف المرحوم. عيب يا ست زينات، ده انا هعمل له صوان اللي يشوف ويقول ولا وزير اللي مات. انا كمان ممكن ابعت لك دستتين كراسي فوق في الشقة. لا مش محتاج، شقة كبيرة قوي فيها يجي تنططه. بقول لك ايه، وانت قلت لي اسمك ايه؟ شوقي. ست الكل، اموري تحت امرك. بقول لك يا سي شوقي، وحياتك يا اخويا انا عايزه الصوان يتنصب هنا قدام باب البيت. فكره كويسه، عشان يبقى الصوان في وسط اهله وجيرانه وحبايبه. خلاص انا هعلق ورقه على باب الدكان تقول ان الصوان هيكون قدام باب البيت. كتر خيرك كتر خيرك. مين ده يا زينب؟ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. شد حيلك يا زينات، شد حيلك حبيبتي. كتر خيرك يا نبوية. شكرا يا ست فاطمة. إن شاء الله تبقى آخر الأحزان. ربنا يخليكوا لي، أنا ملياش غير كنت وأهل. من الساعة 10 الصبح هتلاقيني جنبك حبيبتي. يلا بينا يا نبوية. يلا يلا. بقول لك ايه، اوعي تفتح الباب لحد يا زينات، اوعي. وانا الصبح اول ما تصحي هتلاقيني عندك. طيب يا اختي، تصبحي على خير. السلام.